تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة إنه لا يمكنه تأكيد تقارير روسية أفادت بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ربما قتل في ضربة جوية روسية في سوريا. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إنها تتحقق من معلومات عن أن البغدادي قتل في ضربة قرب مدينة الرقة السورية في أواخر شهر مايو أيار الماضي. أعلن الجيش السوري الحر تدمير 6 مروحيات تابعة لقوات الأسد في مطار بلي العسكري في ريف دمشق بعد استهدافه بصواريخ غراد. وأفاد مراسل أخبار الآن نقلا عن شهود عيان باندلاع حرائق داخل المطار بعيد استهدافه. ويعد مطار بلي العسكري قاعدة انطلاق لمروحيات النظام التي تقصف البلدات السورية الثائرة في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق. نشرت خلية الإعلام الحربي في قيادة العملية المشتركة العراقية مساء الخميس خارطة عسكرية للجانب الأيمن من الموصل تظهر احتلال داعش على 1% فقط من إجمالي مدينة الموصل شمالي العاصمة بغداد. وأوضحت الخارطة أن القوات الأمنية العراقية فرضت طوقا عسكريا على جميع مناطق الموصل القديمة من جميع الجهات ولم يتبقى تحت احتلال التنظيم سوى 1%. كشفت الحكومة اليمنية عن قتل 11,000 مدني في البلاد بينهم أكثر من 1,000 طفل وقرابة 700 امرأة جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ أواخر عام 2014. وأفاد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أنه تم تسجيل قتل أكثر من 500 مدني بينهم أطفال ونساء إضافة إلى قتل 8 إعلاميين وصحفيين خلال العام الجاري. أعلنت الشرطة الصينية اليوم أن الانفجار الذي قتل 8 أشخاص أمام مدرسة ناجم عن انفجار عبوة يدوية الصنع مؤكدة قتل المنفذ في الانفجار. وأفادت وزارة الأمن العام في بيان لها أن المنفذ المفترض رجل يبلغ من العمر 22 عام يعاني من مشاكل صحية واستأجر غرفة قرب المدرسة في بلدة فينكشيان الشرقية حيث وقع الانفجار يوم أمس الخميس. أعرب نجم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي عن ثقته في أن منتخب بلاده الأرجنتين قادر على بلوغ كأس العالم 2018 بالرغم من الأداء المتواضع في التصفيات. وبعث ميسي برسالة مطمئنة إلى الجماهير الأرجنتينية عبر حسابه على موقع فيسبوك على الرغم من أن منتخب بلاده لم يضمن بعد التأهل للمونديال. نهاية الموجز، في أمان الله.